الحلو ده ونقضي كام يوم مع بعض. ايه؟ تحبي ترجعي؟ ايه نرجع دي؟ انت ما صدقت. مش بحب اسال جوزي كده واطمن. نفسي افهم بس جينا هنا علشان ايه؟ وحشتك؟ انت وحشتيني. بحبك. لا بجد والنبي صحيح؟ سيادة الضابط خرج عن صمته؟ طب ممكن تقولها مرة كمان عشان خاطري؟ داليا ايه؟ بس انت عارف انت أول مرة قلت لي بحبك دي كانت امتى؟ من اتجوزنا. وتاني مرة كنت خارجة من أوضة العمليات ومقفورة وبفوق من البنج ومعرفتش أسمعها حلو. ممكن تقولها لي تاني؟ أنا غلطان حبيبي. هو أنت بتفتكر إنك لما تقول لي بحبك ده هينقص من رجولتك؟ بالعكس. أنا غلطان. يلا نرجع. لا نرجع فين ده؟ بص الراجل ده هيزعل جدا. الحجز